ان شاء الله يا عمر في اللقاءات الجايه ان احنا هنشوف استمراريه لروح الفانيلا الحمراء من النادي الاهلي، وشفناها طبعا بصراحه في مباراه الجونه كان منظر اكثر من رائع، وقدرنا ان احنا نفوز بنتيجه 2-1 في اخر 12 دقيقه. ان شاء الله تستمر هذه الروح بالنسبه للفريق في التحديات المهمه جدا المقبله بالنسبه للنادي الاهلي، سواء في الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. كمان عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي على وليد سليمان وحسام عاشور، يعني كباتن فريق النادي الاهلي، لعيبه كبار جدا وليهم صولات وجولات مع الفريق الاول، وايضا لاعبين مهمين جدا. هم الفتره دي احنا عارفين ان عاشور عنده اصابه في منشا العضله الاماميه بيتعالج منها، وليد سليمان عنده اصابه في الرباط الداخلي للركبه، خلاص يعني بيعملوا بعض التدريبات التاهيليه اللي من خلالها يخطوا خطوه مهمه جدا في مشوارهم نحو العوده للتدريبات بشكل طبيعي، التدريبات الجماعيه مع الفريق، ودي اكيد هتكون خطوات تأهيلية مهمة جدا من خلال التدريبات اللي بيعملها كل من وليد سليمان وحسام عاشور، واحدة واحدة إن شاء الله بإذن الله بقيت قائمة المصابين تعود لصفوف النادي الأهلي وتكون متاحة كمان للمدير الفني. هنروح البريك.